أيضا من معاني الآيات العظام أنه رغم الابتلاءات العامة إلا أننا نتلمس في أكنافها سعة عظيمة وتفريجا إلهيا للعباد، فإن الله ما ضيق عليهم نفائس الحياة وأنفاسها، بل حتى في جوف البلاء يجدون من السعة واليسر الذي يساق إليهم من رب رحيم كريم. أو ما تأملنا في وضعنا المعاصر ملازمة الدور وما فيها أيضا من عودة إلى كثير من المعاني التي هي خير ونعمة وفضل، ملازمة الأهل والاقتراب من الأولاد واستثمار الأوقات ثم الحفاظ على الأنفس والصحة والعافية، كل ذلك جاء في طيات هذا الابتلاء، فضلا عما جناه كثير من الموفقين من ثمرات وبركات عادت إليهم بهذا الانعزال وهذا البقاء الذي عاشوه في منازلهم. والحق أيها الكرام أننا في بلاد الحرمين في المملكة العربية السعودية نشهد تفردا في أوجه الفضل والخير وما سيق إلينا من إجراءات احترازية وتدبيرات نظامية جعلتنا نفوق كثيرا ممن يعيش حولنا من البشر في رغد العيش وتيسير الأمر وسعته، وما نجده من معاني الاطمئنان والسكن والاستقرار والهدوء وراحة البال. فنسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمه وفضله وإحسانه، وأن يجزي كل قائم على بذل وسعي في مثل هذه المرحلة العصيبة لإكرام الناس والحفاظ على صحتهم والبقاء على قدر أكبر من السلامة من هذا الوباء، أعظم الجزاء وأفضله وأكرمه. ونسأل الله أن يثيب حكومة خادم الحرمين الشريفين كل خير وهدى وسداد ورشاد في مثل هذه الجائحة التي يعيش فيها أهل هذا البلاد من ساكنيها مواطنين ومقيمين، سواء بسواء ما يجدونه من فضل وخير وإحسان. والحمد لله على كل حال.